السلام عليكم. لو عايز اتعرف على لوحة المفاتيح اللي موجودة عندي على جهاز التوبكون دي، اولا دي شاشة العرض شرحناها قبل كده، ده عندي ده مفتاح الباور عندي بايد وبغلق الجهاز من هنا، ده لو عاوز انا شغال بالليل هنا مفتاح الاضاءة، والستارت كي ده وده المفتاح اللي هو الوصول السريع، وده هنشرحه بعد كده بالتفصيل. عندي هنا دي الارقام والحروف بتحكم فيها عن طريق هنا الشيفت وهنشرحه دلوقتي، والانتر ده اوكي، والاسهم ديت شمال يمين فوق تحت خلاص. ديت هنا عندي مفاتيح الايه الوظائف اللي بتتحكم هنا في شاشه العرض اكترها، هنا الاسكيب الخروج هنا من القوائم، الباك سبيس هنا البي اس ديت دي مسح الكتابه، والشيفت دوت ده خاص ليه وظيفتين، الوظيفه الاولى التبديل ما بين العواكس، والتبديل ما بين الحروف والارقام كابيتال سمول ارقام، والفانكشن ده التبديل ما بين الصفحات بيج 1 بيج 2 بيج 3.